طبعا بنتكلم دلوقتي عن الانتخابات الرئاسيه الامريكيه، ودي اللي بتتصدر المشهد في 2024، ويمكن مساله استبعاد ترامب من الرئيس السابق للولايات المتحده من الانتخابات القادمه دي مساله يعني في غايه الاهميه يتابعها الجميع، لانه كمان في ولايه تانيه بعد كولورادو استبعدت ترامب من انتخابات الرئاسه، وحملته بترد انهم هيطعنوا رغم انه كان كولورادو ده بقانون من المحكمه، وده كان له علاقه ب اشتراكه في مظاهرات او تمرد، وانه ده لا يجوز قانونا. خلينا كده نعرف مع حضراتكم، احنا طبعا لسه بنتكلم دلوقتي على الانتخابات التمهيديه بتاعه الحزب الجمهوري للمشاركين في الانتخابات الرئاسيه الامريكيه. هنتكلم مع حضراتكم دلوقتي عن هذا الموضوع بالتفصيل. بينضم لنا على التليفون المحلل السياسي احمد محارم. مساء الخير على حضرتك، ولاي مدى ما يحدث يعني يمكن ان يحدد مصير ترامب في الانتخابات الرئاسيه القادمه، وهل مساله ترامب ومساله كولورادو ولايه كولورادو ومن بعدها وعدم دخول ترامب للانتخابات التمهيدية هناك يحسم وجود ترامب في السباق الرئاسي الأمريكي القادم؟ مساء الخير، التحية والتقدير لكم وللسادة المشاهدين. نحن في أمريكا أمام رؤية ضبابية. أمريكا الآن غير أمريكا التي تعودنا عليها سابقا. لما نقارن ما بين موقف رئيسين، رئيس حالي بايدن ورئيس سابق ترامب، وكلاهما متعطش ان يكون موجود على الساحه في الانتخابات القادمه 2024. بايدن بالمقارنه بترامب في النقاط، ترامب يتفوق عليه ب 44 نقطه مقابل ان بايدن 40 فقط. شعبيه بايدن متدنيه، يعني 38% بس او 39%. لكن خلينا نشوف الاحداث اللي حاصله في حجز في غزه عملت ايه؟ عملت استطلاعات راي بتقول ان الامريكان عموما ديمقراطيين وجمهوريين، 65% منهم مش عايزين حرب، ضد الحرب. 85% من الديمقراطيين اللي هم بايدن مش عايزين حرب، ضد الحرب. 70% من الشباب رافض لاعاده بايدن. فاحنا امام يعني تشكيله جديده جدا من الداخل الامريكي. لاول مره نسمع عن ان يكون في رئيس سابق عنده محاكمات اللي هو ترامب، وممنوع من خلال ولايتين مين وولايه كولورادو ان يكون على قائمه المرشحين. احنا مش عارفين نقول هل الدستور يسمح بان يكون، احنا بلد فيدرالي 50 دوله 50 ولايه، هل ممكن ان تستقل ولايه او ولايتين بالراس؟ ده كلام جديد لسه ما نقدرش نخوض فيه، ولكن نقدر نقول بايدن بيتهم انه ادخل 8 مليون لاجئ من الحدود من ناحيه المكسيك. وجهة النظر دي بالتمام تختلف عن وجهة نظر رئيس الأسبق ترامب اللي هو صرف مليارات الدولارات على انه يبني السور اللي هيعزل ما بين الحدود المكسيكية والحدود الأمريكية. وجهة النظر الديمقراطية والجمهورية، ده صحيح. لا، هل الصراع اللي حصل ما بين الرئيسين السابق والحالي ان بايدن هيتفتح تحقيق موضوع العزل impeachment، هل النواب الاغلبيه مجلس النواب الاغلبيه جمهوريين في المجلس هيعملوا عزل له؟ هل يحاكم في مجلس الشيوخ؟ المفروض ان يكون في 17 صوت من الديمقراطيين، يعني في صراع ما بين الطرفين الديمقراطي والجمهوري. لكن نرجع نقول لترامب، الاجراءات يا استاذ احمد اللي تحسم هذا الصراع، لانه احنا خلاص على مشارف الانتخابات. اجمالا احنا نقول الحزب الديمقراطي في ورطه، ودي اهم حاجه، لانه لا يغامر ان يجيب حد بديل بايدن ينزل الانتخابات. وفي نفس الوقت بايدن بتلاحقه انه شخص بلغ من العمر 80 عام، عنده شويه حاجات نسيان وزهايمر، عنده مشكله الحرب اللي بدات في غزه والدعم الغير مسبوق من امريكا لاسرائيل، الداخل الامريكي يعترض عليها تماما. نقدر نقول ترامب بيتكلم من الناحيه الثانيه، بيقول انا لو كنت موجود كنت اعمل ومش موجود بايدن. أنا يعني فالحقيقة في يعني تقدر تقولي أول مرة إن يحدث في الداخل الأمريكي يكون رئيس سابق عنده استعداد إنه يرجع للسلطة، ورئيس حالي ظروفه تسمح له أو لا تسمح. فإحنا أمام زخم جديد على الشعب الأمريكي، وحتى العالم كمان بيراقب هذه الانتخابات، تختلف تماما عن أي انتخابات سابقة. حربين في السنتين دول حصلوا، في مارس الجاي هتنتهي عامان من الحرب على أوكرانيا،
ثلاث شهور على الحرب في غزة، كلاهما أمريكا انغمست فيهم بشكل صحيح. الأولى في أوكرانيا داعمة لحلف وبالتأكيد يؤثر على المشهد الانتخابي في أمريكا بشكل كبير. وبالتالي الشعب الأمريكي أمام معضلة أن هو فين يروح، يمين ولا شمال، يعني نعذر المواطنين الأمريكيين. ولكن الحقيقة الظاهرة الجديدة دلوقتي اللي حصلت مع أحداث غزة أن جزء كبير جدا من الشباب الأمريكي اللي هو سواء جمهوري أو ديمقراطي بدأ يفوق من الصدمة، وان مش الاعلام الامريكي اللي عمال بيغذيه بحقائق بس من عين واحده، لا بدات تظهر وجهات نظر معارضه للحكومه وبتقول لامريكا ان انت موديانا في اسلوب ان دي مش دي امريكا اللي العالم بينظر عليها انها واحده ديمقراطيه. في تغيرات هتحصل كتير جدا في الفتره القادمه سواء في الداخل الامريكي او على مستوى العالم. نقدر نقول 7 اكتوبر في غزه كان بدايه صحوه لاستعادة ناس عندهم حقوق مهضومة، وفي نفس الوقت كان العالم بيشوفها برواية مختلفة. النهاردة رغم العجز عن أن الأمم المتحدة تقدم ما يمكن أن يقدم من خلال مجلس الأمن أو الجمعية العامة والاعتراضات والفيتو، لكن وجد الشعب الأمريكي نفسه أمام ظاهرة أن بلده أصبحت يعني شكلها قدام العالم الحقيقة أنها بتدعم إسرائيل بشكل غير مقبول وشكل مفتوح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المحلل السياسي أحمد محارم. ويبقى المشهد الانتخابي الأمريكي حديث العالم، ويعني في انتظار كل ما يحدث وماذا يقول الشارع الأمريكي عن هذه الانتخابات.